دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفه ان ظروف الحياه مش سهله، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقه وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينه اما تعرف ان بنتها الوحيده مش سعيده في حياتها، خصوصا وانت عارفه ان ماما ست رقيقه قد ايه وانسانه قد ايه وظريفه قد ايه. عندك حق، كفايه انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنه بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتاكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العفو. يلا مع السلامة. بقول ايه؟ هي ماما مش جاية عندكم قريب؟ هي ايه الحكاية؟ ونساعد بعض في مصروف البيت. انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات تاكسيات وفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ تتمرني في الحقيقة يا أم. أحمد أنت حد مسلطك عليا؟
بخير يا برهبنت. يا عم ساتر على خير. فين استاذ احمد؟ فوت محاميه من الساعه 7. يا ساتر، استاذ احمد ده بيغلبني. تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا ساتر؟ خير يعني ايه؟ قضيه النفق مش النهارده؟ ايوه صحت بيه بس لسه الساعة ونص. يعني عايز تبقى متأخر عشان يحصل ما حصل المرة اللي فاتت؟ أنا معاك حق صحت بيه، دي المطلقة دي خالتي طابت، ما تعرفش يا أم رحميني. قول يا مريم. أيوة صحت بيه. تقبل مراتك تشتغل رقصة؟ هو أنا لو قبلت حد يرضى يشغلها سعادة بيه؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض إنها لسه شابة وصغيرة. تقبل على جثتي يا بيه. انما قول لي حضرتك بتسال ليه؟ لا اصل واحد صاحبي مراته عازت الشهر رقاصه. اسمح لي، ده راجل اذن. ايوه وعجيب الرجوله كمان. ما تلم السقا يا قاعد. تفهم صاحبي ايه؟ ما تلم صاحبي. ما هو يا سعادتي بيه ما في صوت محترم يجمع على نفسه كده ابدا. يعني هو كان نيل وقت يا سعادة بيه مجرد انها تناقشه في موضوع زي ده يبقى زوم تافه وكان لازم يسيح دفعها ويجي لحضرتك عشان تترفع عنه. انت اللي بعده دلوقتي. سعادة بيه اتفضل اجي انتهي بقى. تحت امر سعادتك. قول له يا ابني. ايوه يا حبيبي. لو واحد متجوز من مده قريبه وحب يطلق مراته مش تبقى فضيحه قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعاده البيه على سبب الطلاق. انما قول لي سعادتك بتسال ليه؟ لا اصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرى لهم ايه يا سعاده البيه؟ دول لا مؤاخذه عر قوي. انت ما بتحبش كده ليه؟ انا عارف. انت مالك انت؟ مالك انت ولا اصحابك؟ ايوه سعاده البيه بس اجري ده والله. حاضر يا سعاده. قول يا ابراهيم. ابراهيم الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. ما تصوريش حضرتك وحشاني قد ايه. ميرسي يا استاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعه؟ في ايه؟ نوال يا سيدي زعلانه مع احمد. برضه قلت لماما انا مش اترجيتك انك ما تجيبلهاش سيره وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. اصل الحكايه اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لجوزها انها تشتغل رقصة؟ ايه؟ رقصة؟ رقصة من اللي ايوه. تصور انا كنت عايزه اساعده في مصروف البيت ثم جارتنا دي ما هي رقصة مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربية وليه كل ما اكلمه كلمة والتانية يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبة الرأي والنهي في بيتها؟ اه انا دلوقتي فهمت بقى. فهمت ايه؟ يا نوال يا بنتي انا اكبر منك سنا واعرف الدنيا اكتر منك، واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. اما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فانا بقول لك انها ما تقدرش تكح قدام جوزها، واذا ما كنتيش مصدقه انا مستعد اوريكي ده بنفسك. وشقه 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟